بارطاجي معاكم السحور اللي كنت كندير في لونطريمي فاش كنت كنتريني. مي دابا مابقاش كنتريني، ممكن هاد السحور هذا كيخليني ديجا ما شبعان. يعني الا بغيتي تبقى شويه شبعان، ما كاين كيجيك الجوع ولا كيخرط لك الجوع بالنهار، هاد السحور هذا زوين على حسابي. كندير الحليب والشوفان يديروا مزيان حتى كيشرب مزيان، وكندير معاه البنان، ولا بغيتي تزيد الفريز كيجي واحد المذاق زوين، فهمتي؟ الا بنان بوحدو اه مرحبا، ولكن بنان والفريز كيجي واحد اللوغو زوين. هاو كنزيد معاهم كيرلي نورمالمون، لان الشوفان صعيب شويه في الهضم كيتهضمش دغيا، داكشي علاش كتبقى كتبقى شبعان شويه ما يجيك الجوع دغيا. هاد الحاجه مهمه ضروري نقول لكم، الشوفان ما تاكلوه سخون، يقدر يدير لكم الوجع مع الحليب. ضروري فاش يطيب ديروه في الفريكو تيبرد شويه ولا في الثلاجه لتحت، عاد لوحو مع البنان. وروحوا مع الفريز الا بغيتو، موراها تلوحوا مع هاد بيرلي هذا واحد ولا جوج، انا كندير جوج حيت كناكل وكنعاود ناكل عاود ثاني. خلط خلط مزيان، خلط خلط خلط، ايوا سيدي بالصحه والراحه.